السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، نحن نقرأ في زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. هذه الأصلاب الشامخة التي احتوت على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هي بذاتها احتوت على الصديقة الصغرى زينب الكبرى. تلك الأرحام المطهرة التي احتوت على سيد الشهداء هي بذاتها وبعينها احتوت على السيدة زينب صلوات الله عليها. من هو جدها؟ جدها خاتم الأنبياء محمد. من هي جدتها؟ خديجة الكبرى من طرف الأم. من هو أبوها؟ أبوها نفس رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. من هي أمها؟ الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء. وهكذا خذوا إلى آدم، لأن احنا نعتقد أن آباء النبي صلى الله عليه وآله وآباء أمير المؤمنين كلهم كانوا موحدين، وما كان فيهم مشرك واحد تنزهوا عن كفر الآباء ودنس الأمهات.